وصفة طبية أقرب إلى كونها طلسما سحريا، لكن الدواء تجاري أو رديء أو ربما مزيف، وفوق هذا وذاك يدفع المواطن مبالغ طائلة سواء في شراء الدواء أو دفع كشفية الطبيب، وهي على الرغم من قرارات نقابة أطباء العراق في هذا السياق تسعيرة متفاوتة لا تحددها قوانين ولا تنظمها ضوابط ولا يتحملها فقير. عن التسعيرة هي كالآتي: الطبيب الممارس 15,000 دينار، الطبيب الأخصائي 25,000 دينار إلى 35,000، الاستشاري 35,000 إلى 40,000. ومع ذلك فإن مخالفات الأطباء فيما يخص التسعيرة وتشفير الوصفات الدوائية في ظل انعدام الرقابة تحولت إلى ظاهرة خطيرة دفعت نقابة الأطباء إلى مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن هذه الحالات. الموضوع مهم جدا، لكن كيف يمكن إثباته؟ يعني احنا نتمنى أن يثبت هذا الموضوع من المواطنين، من يعني يقدم على شكل شكوى بدليل. يعني احنا الآن مثلا كنا نقول أنه السوء موجود في كل مكان، لكن الحكم القانوني يطلب الدليل. المرضى يجيبونهم واحد فوق، يعني هاي ستحرى ناس فوق ناس. تردي حال المستشفيات الحكومية وقلتها في البلاد زاد من عدد المجمعات الصحية الأهلية التي تستقطب أطباء من جنسيات مختلفة بسبب أجورهم القليلة قياسا بأطباء البلاد، ليصبح المريض فيها أسيرا للاستغلال الفاحش. كثرة المجمعات الأهلية مقابل الخدمات في الجانب المستشفيات الحكومية، فبدأت تتحول إلى مهنة تجارية الطب أكثر مما مهنة إنسانية، وهذا اللي يوقع به حقيقة الإنسان الفقير. هكذا تحولت أكثر المهن إنسانية إلى تجارة غير شرعية، فبحسب مصدر رفض الكشف عن هويته فإن أغلب الصيدليات تتحمل أجور دفع الأجار للأطباء في البناية نفسها، فضلا عن هدايا تصل إلى سيارات وسفرات سياحية تدفع من قبل صاحب المبنى أو الصيدلية، ولكنها في الحقيقة على حساب المريض. من واسط حمزة الأسدي، UTV.